طيب زي ما قلنا لحضراتكم ايه اللي حصل بالظبط النهارده وايه اللي تم، وتوقفنا عند الكثير جدا من علامات الاستفهام، ويمكن شرحنا الكثير من الامور اللي كانت غائبه عن بعض الناس من تصدير بعض الرسائل السلبيه او كل الرسائل اللي كانت سلبيه للمواطن المصري وللشعب المصري من خلال هذا الخطاب. ولكن دائما وابدا ما تجد ان هناك اعلام مصري له راي اخر، وهو اعلام النظام. خلينا نقول عليهم زي ما سماهم النظام الأذرع الإعلامية، الأذرع الإعلامية اللي لا تكل ولا تمل عن تصدير التضليل للمصريين، عن تصدير الكذب للمصريين، ويبدأوا يقنعوك بأن اللي انت شايفه ده مش صح، وأن اللي هم بيقولوه هو اللي صح، وانت لازم تقتنع وتحس وتشعر بأنك انت عايش في بلد تانية خالص غير اللي انت بتنزل تواجهها على أرض الواقع في حياتك. طيب إيه اللي دايما بيقولوه؟ بيقولك حوالي كده بالظبط 1 2 3 4 5، خمس كلمات. عفوا، دائما وأبدا يقولوا مصر هتكون في حتة تانية. تعالوا نشوف كده مع بعض فيديو للأستاذ أحمد موسى وهو بيتكلم عن إن إحنا بنينا مصر جديدة، وعن هذا العنوان اللي انا ذكرته لحضرتك من شويه، ان احنا في حته تانية خالص. نشوف مع بعض. دي مصر الجديده، الجمهوريه الجديده، دي مصر اللي احنا بنشوفها. مصر خلاص بنينا، مصر خلاص عملناها، خلاص بنينا، وفعلا اتبنت مصر ومستمرين في بناء مصر. ممكن بعض الناس يقول لك فقه الاولويات، ايوه كان لازم ابني البلد، لازم اعمل التنميه، لازم اعمل مواني. مدينه الجلاله، العالمين ما كناش العالمين، كنا نعرف طول عمرنا العالمين والحروب، الحرب العالمية وغيرها، ونتكلم على الألغام، والحقوا العالمين فيها 22 مليون لغم، والحقوا هيعمل ايه؟ اتعملت النهارده، أصبحت العالمين من حقول الألغام إلى واحدة من المدن، مدن الجيل الرابع الذين أو التي نتباهى بها دائما، زيها زي العاصمة، زيها زي المنصورة الجديدة، زيها زي بني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسوان الجديدة، والأقصر، وقنا. ومدينة الإعلام الجديدة، ومذيع جديد على مسؤوليتي، ومذيع جديد في النهار، ومذيع جديد في تن، المهم إيه؟ أي حاجة جديدة وخلاص، أي حاجة جديدة وخلاص، وأي تغيير، بس التغيير ده يبعد عن مناطق معينة لا يقترب منها. الثواب بتبقى هنا حلو، الثواب بتبقى جميلة، والثواب بتبقى رائعة عند أشخاص معينين، وعند كيانات معينة، وهيئات معينة. إنما أي حاجة بقى جديدة ممكن نحطها على مدينة جديدة، مصر كلها تبقى قديمة مش مشكلة، ويبقى عندنا مصر جديدة، مفيش أي مشكلة خالص. غير في ثوابت تاريخك وفي جغرافية الأماكن، وقول دي تبعنا ودي مش تبعنا، والأرض دي نبيعها والأرض دي نسيبها، ودول نهجرهم ودول نعملهم، مش مشكلة. إلا بعض الأماكن وبعض الشخصيات ممنوع الاقتراب والتصوير. أحمد موسى بيقول لك الجمهورية القديمة مش هترجع تاني. أيوه يعني مش فاهم قصده، يعني تيجي كده نفهم نشوف كده هو عايز يقول إيه؟ تعالوا نشوف مع بعض. ونشوف جمهوريتنا الجديدة، جمهوريتنا الجديدة اللي كلنا نتمناها واللي كلنا عايزين نشوفها، هي دي الجمهورية الجديدة. دي جمهورية مصر قدام حضراتكم. ده شكل مصر حالياً. جزء من مصر الحديثة. الجمهورية الجديدة في كل شيء. الصورة القديمة مش هتبقى موجودة، هتبقى الصورة الحديثة. الجمهورية اللي الرئيس وعدنا ان مصر هتكون في حتة تانية، وعدنا ان مصر هتكون حاجة تانية، وعدنا بإذن الله تعالى يحقق طموحات هذا الشعب. دي الجمهورية الجديدة. اتكلم على تحديث قوات مسلحة، تحديث شرطة، زراعة، بتكلم على كهرباء، بتكلم على مصانع، بتكلم على انفاق، بتكلم على وسائل نقل حديثة، بتكلم على مطارات، بتكلم على مواني، بتكلم على شبكات طرق، بتكلم على جامعات، بتكلم على تعليم، بتكلم على مدارس، بتكلم على اسكان، بتكلم على صحه، بتكلم على مشروعات هائله. مدينه، بتكلم على مصر الجمهوريه الجديده. اهو يا جماعه، جمهوريه جديده، بتكلم على اسكان، بتكلم على صحه، بتكلم على تعليم، بتكلم على دمياط الجديده والمنصوره الجديده وطنطا الجديده ومتغمر الجديده والزقازيق الجديده والدهليه الجديده. أنا ممكن يعني أنا ممكن لو أنا مكان أحمد موسى هعمل أداء أحسن من كده بكتير، وهجيب مش هكرر ماتيريال، حتى هجيب ماتيريال أحلى من كده، وأقول كلام أقوى من كده، بس هو كده كلام كله في شنكة يا جماعة، كله كلام كذب. عشان كده هو يتفوق عليا في الحتة دي، أنا مش هعرف أعمل دي يعني دي تحديدا مش هعرف أعملها، ولا حد يعرف يعملها على هذه الشاشة، إن إحنا نكذب على المواطنين، ونكذب على الشعب المصري،
ونصدر لهم الإخفاقات على إنها إنجازات، ونصدر لهم شكل هم لا شايفينه في عيشتهم ولا في حياتهم ولا في أي حاجة بيتعاملوا فيها، ونبدأ إحنا بقى نوري لهم إيه المواكب والعاصمة الإدارية الجديدة وأكبر علم وأكبر مسجد وأكبر كنيسة والمنورويل. ما إحنا مش هنزهق، إحنا كمان هنقعد نعدد ونقول الكلام ده كله. انت بقى دلوقتي مشغول بايه؟ مشغول الموكب كان ماشي ازاي؟ ومين الراجل اللي كان في النص اللي كان بيعمل البروفا؟ صح كده؟ تمام جدا. طب وبالنسبه لسد النهضه اخباره ايه؟ يا عم احمد الكلام ده. طب بالنسبه طيب لاهلنا اللي بيبادوا في غزه دلوقتي وفي فلسطين؟ طب بالنسبه للاطفال والنساء والجوعى والعطشه اللي موجودين على رفح بيفصلنا ما بيننا وما بينهم سور، مش لاقيين ياكلوا، مش لاقيين يشربوا، مش عارفين يناموا، مش عارفين يعيشوا، مهجرين، بيوتهم وقعت، اخبارهم ايه؟ مش دي قضيه اقليميه عربيه اسلاميه اتكلم فيها الهندوس واتكلم فيها الاجانب واتكلم فيها الغرب واتكلم فيها العرب والعجم، كل الناس اتكلموا، كل الناس بكل اللغات قالت نرفض ما يحدث لاهل فلسطين واهل غزه. النهارده ليست هناك كلمة من قريب أو بعيد عن دعم حقيقي للشعب الفلسطيني. الحاجات اللي عمال يعددها السيد أحمد موسى النهاردة دي ما قالش ليه بقى وأمننا القومي وأهلنا في فلسطين وقام عبد الفتاح السيسي بعمل كذا 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 وإرسال كذا ومش عارف إيه؟ مفيش الكلام ده يا معلم، مفيش. هو بيشغلك بحاجات تانية، هو بيشغلك دلوقتي. انت لازم تفكر دلوقتي، وهجي لك، انا عامل لك فقره رياضيه حلوه برضو، هجي لك في حته ايه بقى. هو الاهلي والزمالك بعد ما كان اقصى طموحاتهم ان هم يجيبوا حكم اجنبي ويلعبوا في استاد القاهره ويبقى كده يعني الدنيا زي الفل وزبادي خلاط، هينفع معاهم الكلام ده بقى في المدينه الجديده؟ مش هينفع. الجمهوريه الجديده بتقول ايه؟ الاهلي والزمالك في الدوري المحلي اللي هو لقاء قمه عادي يعني هيتلعب في السعوديه برضو عادي جدا. ليه بقى؟ لأن الدولة دي اللي عمالة تعمل لك كل حاجة جديدة هي اللي مسكت شركة اسمها المتحدة الرياضة في مصر. فبقيت حضرتك عندك رئيس الأرجنتين مثلا لما يجي يركب عشان عنده أزمة اقتصادية فيقول لك أنا مش هركب الطيارة الخاصة وهركب مع الجمهور عادي ونجيبه صوت وصورة، لا، يبقى احنا عندنا لعيبة منتخب أولمبي ومنتخب أول بيركبوا طيارة خاصة عشان المتحدة. بنعرف نعمل الفاير ووركس بالارقام الضخمه والمهوله والملايين اللي انت شفتها دي، واحمد عصام يجي ويشتغل ويظبط، ونجيب تامر حسني مره، ونجيب مش عارف عمرو دياب مره. حفلات يابا وفلوس، انت زعلان؟ فلوس، فلوس متلتله. طب الفلوس المتلتله دي ليه ما بتروحش للمواطن؟ لا، مواطن ايه؟ خليه عايش في الدوامه، واحنا هنقعد بقى نديله فلوس مرتبات كويسه وتعليم وصحه وطرق، في الاخر بقى يفضى ويقول لنا ايه؟ طب انا عايز اغير وعايز انزل وعايز صندوق وعايز اختار برلمان وعايز اختار رئيس وعايز اعمل لا 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 لا، انت خليك عايش في الدوامه بتاعت اجيب منين للعيال اكل واجيب لهم منين شرب واديهم يتعلموا فين ويتعالجوا منين والكلام ده كله. مش هتفوق، مش هتعرف ترفع راسك لفوق كده. هترفع راسك لفوق وتبص لمستقبلك ومستقبل عيالك ومستقبل بلدك؟ لا. مهمه هذا الاعلام، إعلام أحمد موسى ونشأة الدقي ومدينة الإنتاج الإعلامي، ها؟ إن هم يشغلوك تماماً عن قضية محورية وهي قضية التغيير، إن هم يعملوا لك حالة من اليأس والإحباط والرضا بالأمر الواقع، فرض الأمر الواقع، أهو خلاص، إيه بقى؟ حد له شوف حاجة؟ أدينا طلعنا وعملنا ومبنى جديد وجمهورية جديدة ودولة جديدة، حد له شوف حاجة؟ حد عايز يعمل حاجة؟ حد عنده أمل؟ أنا بقول لهم إحنا ما زلنا مفعمين بالأمل. أيوة، ما زلنا سنحقق شعار تلك القناة، مش إحنا كمذيعين ولا عاملين داخل هذه المؤسسة فقط، ولا أنا بتكلم عن قطاع كبير جدا إحنا بنعبر عنه من الشعب المصري، ما زلنا سنقف على الحقيقة ونبث الأمل دائما وأبدا. لأن احنا عارفين ان المستبد والظالم بيعمل ايه؟ بيستخدم سلاح اليأس عشان يفضل قاعد على الكرسي ومثبت، محدش يقدر يقول له قوم. يأس، احباط، بص ادوني دي خلاص بايظة، انتوا كان عندكم حاجة؟ ده احنا جبنا وعملنا وسوينا، وبعدين ده انتوا اللي اتحيلتوا عليا عشان اجي. فبالتالي حضرتك تقول ايه ده يا عم؟ انا بفكر في ايه؟ فكر في تغيير. اوعى اوعى يجيلك يأس ابدا.
احنا امه لا تيأس. بصوا بقى شرعا دينا عرفا الياس ده حاجه سيئه جدا، فاحنا ما بنيأسش، ان شاء الله ننتصر او ننتصر، ما عندناش استسلام ولا عندنا هزيمه ولا عندنا ياس ولا عندنا احباط. مهما هم يحاولوا ان هم يائسونا او يصيبونا بالاحباط، احنا هنفضل متمسكين بالامل، لان الامل هو الشيء الوحيد، بل هو القضيه الوحيده اللي هتخلينا نحقق اهدافنا في القضيه الاهم والابرز، وهي قضيه التغيير للأفضل في هذا البلد. همشي بقى معاكم واحدة واحدة كده ونبعد شوية عن الإعلاميين، فهنروح مثلا لرئيس البنك الزراعي. رئيس البنك الزراعي طالع بيقول إيه؟ إن الدولة تمكنت خلال الأعوام اللي فاتت يا جماعة من تأسيس اقتصاد قوي. يا راجل الكسف، يا راجل بالله عليك، وإحنا في رمضان، في رمضان وإحنا صايمين تقول تأسيس اقتصاد قوي ونجح؟ بعمارة إيه؟ بعمارة إيه يا حاج؟ بعمارة يا حاج علاء؟ فين ده؟ فين الاقتصاد القوي الناجح ده؟ وتأسس فين وامتى وازاي؟ ولا برضه معمول في الصحراء في الجمهورية الجديدة؟ يعني مش موجود عندنا احنا داخل جمهورية مصر، انا ما اعرفش غير جمهورية مصر العربية القديمة، احنا ناس غلابة وعلى قد حالنا، ما نعرفش احنا نروح العاصمة الإدارية ولا ندخلها إلا لما تجيبوا باصات تشحننا عشان نروح نشجع في ماتش كورة. أو نروح نسقف عشان الموكب معدي. مجاميع. بتستخدموا الشعب المصري كمجاميع. سندوتش، وجبه، مش عارف ايه، تذكره، احضر حفله، نفس قصه وسيناريو الشحن بتاع الانتخابات الرئاسيه اللي حصل. يا جماعه احنا جايبين هننزل نحتفل بانتصارات اكتوبر وجايبين لكم مش عارف المطرب مين، الناس تنزل تبص تلاقي ايه؟ يوفط ومهرجانات وانتخبوا مش عارف مين. نفس السياسه ونفس المنهج ماشيين عليه، وطالما هم مصرين ان هم يمشوا بهذه السياسه وبهذا النهج، والله العظيم يا جماعة الفشل لهؤلاء قريب جدا، وبإذن الله التغيير قادم. لأن زي ما قال الدكتور مراد وإحنا بنتكلم مع بعض، أنا بقول له هل تتوقع إن دي تكون آخر ولاية؟ وبتكلم بقى في نهاية الفترة كلها، قال لي لا، هي أصلا هتكتمل، هي لن تكتمل. ومش بيقول كده كرغبة أو كحاجة مثلا هو بيتمناها، لا، ده بيقول لن تكتمل عشان الأوضاع على أرض الواقع بتقول كده بالأرقام وبالتحليلات، ورجل دكتور في الاستثمار والاستراتيجيات ويعلم تماما كيف يفكر وكيف يخرج تصريح للإعلام. فتعالوا نسمع كده مع بعض علاء فاروق وهو بيقول عن تأسيس اقتصاد أنا ما أعرفش هو فين. تمكنت الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية من تأسيس اقتصاد قوي يتمتع بالمرونة والتنوع، استنادا إلى برنامج إصلاح قوي وشامل من أجل صنع مستقبل أفضل للمصريين. ساهمت النجاحات التي حققتها خطة الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة في تعزيز قدرات مصر. أعتقد أن المشاريع دي كلها أدت إلى نمو في الاقتصاد القومي، وأدت إلى طفرة بنحس بيها كلنا حاليا في جمهورية مصر العربية. وهتلاقي بقى مش عارف طريق الجيوش، البنية التحتية التي نفذت في عهد السيسي من طرق وكباري غير مسبوقة، وهتلاقي بقى مش عارف ايه. طيب بص يا رجالة بقى، انتوا عمالين تكلمونا عن حاجات وانجازات ومدن جديدة وقعدتوا تعددوا وتقولوا بتاع، الراجل قاعد بيقرا من الورقة اهو، راجل الاستاذ علاء فاروق رئيس البنك الزراعي قاعد بيقرا من الورقة، ويبدو ان المرحلة الجاية هتبقى مرحلة الورقة والاوتو كيو، خلاص بقى مش هيبقى فيه ارتجال ولا هيبقى فيه نمسك الحديدة أو ممكن يحصل بعد كده، الله أعلم. يمكن يعني أنت عارف الغربال الجديد بيبقى له شدة كده، فالنهارده ما كانش فيه ارتجال فيبقى كله هيطلع عوز. بص الراجل قاعد مؤدب بيبص في الورقة بيقرا اللي هيقوله، وتمكنت مصر من كذا وبناء كذا وعمل كذا وبتاع، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب ما تيجوا بقى يا رجالة نبص كده على الدين الخارجي بتاعنا وصل لفين؟ أخباره إيه؟ أنا عايز أقول لك إن الدين الخارجي المصري بيقفز ل 3.51 مليار دولار في 3 شهور بس، وبيسجل 168 مليار بنهاية السنة اللي فاتت زي ما عربي بوست بتقول، ودي بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية. يعني مش كلامي ولا كلام حد من بره، ده كلام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، خرج يوم الاثنين 1 ابريل 2024 بيقول ان ارتفاع الدين الخارجي المصري وصل يا جماعة بقيمة 3.51 مليار دولار في 3 شهور بس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو بيسجل حوالي 168.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر من العام الماضي، مقارنة ب 164.52 مليار دولار في نهاية سبتمبر من نفس
العام، وعلى فكرة الكلام ده موجود في وزارة التخطيط ونقلته وسائل الإعلام واتكلمت عنه. طيب إيه المشكلة؟ المشكلة أن أنا أقول لك أن بهذا الارتفاع وبتلك القفزة الشديدة والكبيرة جدا هتكون ديون مصر الخارجية قفزت بنسبة 271%. أه والله، أه والله، زي ما بقول لحضرتك كده. ده ايه ده يا عم احمد؟ ده من اول ما جابوا حاجه اسمها جمهوريه وبقى ليها رئيس وبقى في حكومه. لا 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 لا، مش للدرجه دي يا عم. ال 271% والقفزه الكبيره، قفزه الكنجارو الكبيره دي حصلت بس منذ تولي عبد الفتاح السيسي السلطه في عام 2014. طب ليه يا عم احمد هي كانت كام؟ اقول لك، تعالى اقول لك كانت كام. انا اخبي عليك، كانت 45.2 مليار دولار، لا تتجاوز الرقم اللي انا بقوله لحضرتك ده. احد الخبراء الاقتصاديين بيقول ان تضاعف الدين الخارجي لمصر 3 مرات خلال السنوات العشر الاخيره، وبيثبت ده بالارقام، وهو نقيب الصحفيين الاسبق الاستاذ ممدوح الوالي. بيقول يا جماعه ده الدين الخارجي لمصر تضاعف 3 مرات خلال العشر سنين الأخير، وبلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو 2013 43.233 مليار دولار، بينما بلغ بنهاية العام الماضي 168 مليار دولار. وأكدت لك أنا الكلام ده بالأرقام، وقال إن قيمة الزيادة بالدين الخارجي خلال العشر سنوات ونص بلغت 124.8 مليار دولار بنسبة نمو 287%. طيب نبص بقى على موضوع مهم جدا، تحرير سعر الصرف. تحرير سعر الصرف ده انتوا عارفين كلف مصر كام؟ ما خلي بالك اي حاجه بتحصل انت لازم تدفع لها مقابل. هتحرر سعر الصرف، هتدفع كام؟ عايزين ما ابعتلكوش لاجئين، هتدفعوا كام؟ عايز كهرباء وميه، هتدفع كام؟ عايز الكهرباء ما تقطعش، هتدفع كام؟ فأنا عايز أقول لك إن فاتورة مشتريات وزارة الكهرباء في مصر للطاقة المتجددة زادت بنحو 700 مليون جنيه. أيوة، تحرير سعر الصرف يكلف مصر، الخبر هنزله ده على حضرتك دلوقتي أهو، يكلف مصر 700 مليون جنيه إضافية لشراء إيه بقى؟ الطاقة المتجددة شهرية. أمال إيه؟ أمال إيه يا جماعة؟ أسعار الفايدة ورفع أسعار الفايدة، والبنك المركزي كان كلمك في شهر 3 اللي فات يوم 6 مارس تحديدا، وقال لك إيه؟ هنعلن عن رفع أسعار الفايدة في اجتماع مفاجئ، فاكرين؟ أنا فاكرها ب 600 نقطة أساس، أنا ما بنساش الرقم ده، تمام؟ وسمح للعملة المحلية بالانخفاض مقابل الدولار عشان توصل ل 47 جنيه. طيب نفسه المسؤول ده قال ايه؟ قال ان قيمة مشتريات الوزارة من الكهرباء المنتجة من مشروعات طاقة الرياح بس لوحدها كده من غير اي اضافات، يعني مش كومبي معاش مثلا بطاطس ومعاش شيبسي ومعاش اي حاجة تانية، هيبقى يا معلم 10 مليون دولار شهريا، يعني ما يعادل 310 مليون جنيه قبل تحرير سعر الصرف. اي خدمه رجال، اي خدمه شعب مصر. هو ده الواقع بقى. ايهاب منصور بيتقدم بطلب احاطه عن الفواتير الخياليه للكهرباء، ده واقع المصريين. هي دي الجمهوريه القديمه اللي بقت قديمه خلاص بقى. انت النهارده طلب احاطه عن الفواتير الخياليه، وانت فاكر ان النور اللي اتعمل في ماتش مصر وكرواتيا وحفل الافتتاح وحفل الختام والقصه دي كلها على حسابك، هيجي بطريقه تانية. امتى بقى نقوم جايين مزودين فواتير الكهرباء؟ احنا صرفنا هنا نعوض من جيوب المصريين. والمهندس ايهاب منصور رئيس الهيئه البرلمانيه للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قدم طلب احاطه وقال يا جماعه حرام عليكم، في فواتير خياليه للكهرباء في بعض المناطق، وقال ان القصه بدات تبقى لود كبير جدا على المصريين، ودي حياه صعبه جدا بيعيشها المواطن المصري، فحرام في ظل ما الكهرباء بتقطع ومش موجوده واحنا داخلين على موجه الصيف وربك يسترها، هنعمل ايه؟ طيب بس كده يا عم احمد، كفايه بقى وجعت لنا قلبنا. هقول لك معلش بس، عشان انت عارف انا وصندوق النقد ما بنقعدش مع بعض على ترابيزه واحده، يعني لا هو بيطيقني ولا انا بطيقه صندوق النقد ده. فصندوق النقد بيطلب من حضرتك ايها المواطن المصري عن طريق النظام اللي موجود اللي بيحكمك
بيجدد دعوته لمصر ان هي تعمل ايه؟ تخفيف الاحمال، تخفيف الاسعار، تخفيف او تخفيض التضخم. لا، ده بيقولوا لهم يلا شدوا حيلكم شويه، ارفعوا الدعم عن الوقود. ايوه، ما انا قلت لك صندوق النقد يجي يبقى ما فيش اي دعم على اي سلعه تموينيه ولا سلعه استهلاكيه انت بتستهلكها. خلاص يا معلم، لازم دلوقتي يبقى في رفع الدعم عن الوقود، ومصر هتستجيب غصب عنها لان مصر واخده قروض بهذه الشروط. شرط ان مصر تحصل على القروض من صندوق النقد الدولي انه لما يقول له ارفع الدعم عن كذا يرفعه. وبيسموه ايه بقى؟ ما بيسموهش رفع دعم، بيسميه برامج اصلاح اقتصاديه بيفرضها صندوق النقد على مصر، وانت بالتالي بتقول اه دي برامج اصلاح، لكن هي في الاخر تفتيش ليك ولجيوبك ورفع الدعم عن كل حاجه انت بتستهلكها حتى المحروقات والسلع اللي موجوده. طيب، ولكن الحمد لله قال لك مصر يا جماعه الحكومه دلوقتي سددت 10 ملايين دولار من ديونها لشركه فاروس انرجي البريطانيه. قال لك احنا الحمد لله ربنا كرمنا وسددنا حوالي 30 مليون دولار من مستحقات شركه النفط. طيب، البورصه المصريه في ظل هذه الاوضاع بقى اللي انا عمال اكلمك عنها دي، كهرباء وزاد مش عارف ايه، صندوق النقد بيقول لك ارفع الدعم عن المحروقات والدنيا دي كلها، مين الرفيق خبير الاموال والاوراق الماليه بيتكلم بيقول ايه؟ ان البورصه المصريه شهدت مبالغه في التسعير نتيجه لايه بقى حضرتك؟ كلمتين، ازمه الدولار، نتيجه لازمه الدولار. تعالوا نسمع مين الرفيق وهو بيتكلم عن البورصه المصريه وما شهدته من مبالغات في التسعير. نسمع ونشوف. ويمكن احنا كنا دايما بنتكلم ان الارتفاعات كانت كبيره جدا، كان دايما يعني الاسواق مشهوره بحته المبالغه، فيمكن الفتره اللي فاتت كان في مبالغه في التسعير وقت ازمه الدولار، وكان يمكن عندنا سعرين لاسعار الصرف، فكان سعر الصرف في سوق الموازيه مرتفع وكانت الناس بتسعر كمان باكتر من كده، ده اللي خلى السوق يبقى فيه طفرات كبيره. والله يا جماعه بصوا، تعبت. هم فعلا انا مش عارف انا مستغرب ليه اصلا، ما هم قالوا احنا في جمهوريه جديده وانتم عايشين في الجمهوريه القديمه. انا بقى مستغرب ليه؟ الطبيعي جدا ان يكون واقع الجمهوريه القديمه اللي احنا سكانها وانا واحد منكم يعني اهلي موجودين، يكون وضعها كده، والجمهوريه الجديده يكون وضعها زي ما انت بتشوف النهارده وبتشوف في استاد مصر وبتشوف الحاجات الحلوه دي. انما الغلابه هيشوفوا ايه؟ هيشوفوا المر وبس، ده اللي احنا بنشوفه. اللي بيفكروا بقى يعملوا عربيات يشوفوا الاول حل للاسعار. اه والله العظيم يا جماعه. طيب انا عايز اوريك فيديو كده للزيني. مين هو الزيني؟ الزيني ده الاستاذ ثروت الزيني رئيس شعبه الدواجن. بيقول ان هناك ارتفاع في الاسعار والانتاج والاتاحه هما السبيل الوحيد لانخفاضها. تعال نشوف ماذا قال عن ارتفاع الاسعار رئيس شعبه الدواجن. زراعه، وطبعا احنا متفهمين وضع الاسعار وان فعلا في ارتفاعات في الاسعار، والدواجن والبيض كسلع اساسيه مهمه جدا، لكن الحاجه اللي نحب نوضحها بما يخص الدواجن والبيض ان دي الدواجن الحيه وده البيض الطازج، بمعنى سلع لا تقبل التخزين ولا يوجد فيها اي شكل من اشكال الاحتكار، بتتباع يوم بيوم وجبه بوجبه. فالطريق الوحيد النهارده لتوازن وتراجع الاسعار. الوقفه دي برضه يا جماعه بتتعمل بروفه، خلي بالكم. وانتم طبعا عارفين يوسف الحسيني تحديدا بيقف الوقفه دي وبيعمل بيها بروفا لمين؟ هو ما بيقفش الوقفه دي لحد، ما بيقفهاش لربنا حتى، بس هو بيقفها لشخص واحد بس. هو شاطر بيعمل بروفات دلوقتي عشان المفروض الفتره الجايه تتكرر الوقفه دي كتير وكده، فبرافو يعني. من ضمن التجهيزات والبروفات والاستعدادات برضو الحاجات الحلوه دي برضو بتدي ايه؟ لياقه في الظهر والقعده والوقفه والبصه للكاميرا، شغل عالي احسن من الاقتصاد اللي هو فاشل فيه. خلينا بقى نروح للباله بتاعت الغلابه اللي هو بص، في باله في بورسعيد، في السوق التجاري، وفي السوق القديم في بورسعيد اللي هو الناس بتروح تجيب منه هدوم باله، هدوم مستعمله يعني. وفي تجار بيروحوا يجيبوا عشان يبداوا يبيعوا بسعر كويس والناس تلاقي. في مكان تاني فين؟ في وكاله البلح. حتى يجي يقول لك انت جايب الجاكيت ده منين؟ من وكاله البلح. اه البنطلون ده، مش النضاره دي، مش عارف مين. في حاجات بتبقى حلوه والناس بتروح تستلقطها كده، الناس معهاش فلوس، الناس بتحاول عايزه تلبس وفي نفس الوقت معهاش تجيب جديد. فحتى البلا والله العظيم يا جماعه على راي اللي بيقول لي بقى ليها سعر،
واسعار ايه؟ جنون. الملابس المستعمله في وكاله البلح زي ما الخبر ده بيقول لك اهو، حتى الباله بقى لها سعر، جنون الاسعار بيضرب الملابس المستعمله بوكاله البلح.